طب الطازه طالع من البحر، سمك صغير. طب كام بقى؟ يعني 20 يورو. 20 يورو. المرسى بتاعت المراكب الصيادين بتاعت المغرب. ميرنو ده عندنا في مصر بيقول مصر اشهر مدينه للسمك صح؟ في السويرة في المغرب. ايه بقى كام ده؟ كل حاجه ها؟ احلى ناس يا عم والله. انت والله في المغرب هم اللي بنوا الكلام دوت كله. دي بتشتهر ببيع السمك وكله الدنيا بني طبق حوت يدي لك الحوت على طول. المدينة هنا كلها عبارة عن أزرق فأبيض. الصرف اللي هو ده. زحلة على السن، تريز، قلب، شالباترو، فانكاري، سبيشال، عيشة، بيشتا. عيشة، فاتي، وريجا، أرجان. أو دخلنا على أشهر محل للزيتون هنا. ده اسمه مشمت، لا؟ القلعة بتاعت مدينة السويرة الألوان بتاعها كله أبيض فأزرق. هنا البحر المية نازلة ازاي؟ منظر البحر بص عامل ازاي والمية منخفضة خالص. ممكن تاكل حيتان، تاكل كل حاجة. بكام طبق سمك القرش؟ نص احلى ناس يا عم والله. حبيبي انت المشهورة بالاستاكوزا وسمك الإيطوات تري سيلد بيشتا ركين في المغرب. ده العالم المغرب.